معكما أشير إلى الأخبار العاجلة التي ترد نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية والتي تتحدث عن سقوط صاروخين في كريات شمونة قبل قليل دون تفعيل صفارات الإنذار. أحمد، تفاصيل هذا الاستهداف، ويبدو أنه ملاحظ الآن بأن كثيرا من الصواريخ تسقط دون تفعيل صفارات الإنذار وأيضا دون تمكن القبة الحديدية من اعتراضها. يعني بالفعل سقطت قبل قليل قذيفتين صاروخيتين في كريات شمونة، أحدثت القذائف الصاروخية أضرارا في الممتلكات ولكن دون وقوع إصابات بحسب الإعلام. عادة عندما لا يتم تفعيل صافرات الإنذار عادة يكون الصاروخ قد سقط في منطقة مفتوحة أو منطقة بعيدة ولا تخضع لشروط تفعيل صافرات الإنذار، ولكن طالما الخبر في الإعلام الإسرائيلي تحدث عن وجود أضرار في الممتلكات فهذا يعني أن الصاروخين وقعا في منطقة مأهولة نوعا ما أو على منشآت إن كانت زراعية أو تجارية أو حتى سكنية في كريات شمونة. حتى اللحظة ليس واضحا طبيعة الهدف، ولكن أيضا يمكن أن يكون صواريخ مضادة للدروع. في الأيام الماضية نلحظ سقوط لهذه الصواريخ في المناطق الواقعة في جنوب كريات شمونة، وعادة لا يتم تفعيل صافرات الإنذار عندما يطلق أو يتم إطلاق هذا النوع من الصواريخ. هذا هو أيضا ثاني حدث خلال أقل من ساعة في إصبع الجليل بعد اعتراض هدف لا نعرف إن كان مسيرة أم صاروخ، ولكن شاهدنا صاروخ اعترض هدفا جويا في المنطقة الواقعة في إصبع الجليل، وبعد ذلك أصدر المجلس الإقليمي للجليل الأعلى بيانا طلب من سكان 6 مناطق في إصبع الجليل بالبقاء على مقربة من المناطق المحمية، وهنا يقصدون الملاجئ، وأيضا تقليل الحركة في هذه الفترة خشية من استهدافات. عادة عندما يتم إصدار مثل هذه التعليمات تكون بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وذلك بناء إما على ورود معلومات استخباراتية باستهداف هذه المناطق أو حتى على توقعات إسرائيلية باستهداف هذه المناطق بعد ما جرى في جنوب لبنان إن كان بقصف عيت الشعب أو قصف أيضا في القصف الإسرائيلي في منطقة سور والاغتيالات التي حدثت في الأيام الماضية من قبل الجيش الإسرائيلي بحق عناصر يدعي بأنهم تابعون لحزب الله. وعلي نتحدث عن سقوط صاروخين على الأقل دون تفعيل صافرات الإنذار، نتحدث عن حالة من التأهب في صفوف القبة الحديدية وفي صفوف منظومة الدفاعات الجوية، ولكن رغم حالة التأهب هذه قبل عدة أيام نجحت 4 مسيرات بتجاوز الحدود والوصول إلى مواقع عسكري إسرائيلي شقة شمال طبرية. أطلق الجيش الإسرائيلي 9 صواريخ اعتراض ولكن نجح فقط باعتراض مسيرة، فيما سقطت 4 على الهدف في جنوب في شمال طبرية جنوب صفد. وعلي هناك بعض الأخطاء التي تحدث من القبة الحديدية إن كان بسقوط هذه الصواريخ على الأرض، وهذا ما جرى في منطقة المزرعة في جنوب نهرية وأدى ذلك إلى مقتل شخص وإصابة 19 آخرين، أو حتى بقدرة المسيرات في بعض الأحيان على تجاوز هذه المنظومات الدفاعية، أو بسقوط الصواريخ رغم رفع الجاهزية في صفوف القبة الحديدية والتي زارها أكثر من مرة وزير الأمن الإسرائيلي في الفترة الماضية.